دي درسنا نسول حال الانسان. السلام عليكم. السلام. شو عم تعمل يا اخي؟ والله شوف قاعد كان مقص شويه حطب للشتويه كان اولاد صغار. طيب ليش ما عندكم مازوت للشتويه؟ منين؟ من وقت بلشت الثوره لهلق ما فات لتر مازوت او بنزين او غاز او غاز للرستان. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب احكي لنا شوي عن وضع المأساوي بمدينه الرستان. شوف كل النهار قصف قصف قصف. هالولاد ما بيناموا الليل. صار عندهم عقدة نفسية من وراء الضرب. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه شو بدنا نسوي؟ حالتنا متحالفة هالنوز. كلها بتاكل الضرب الا بشار الاسد. قاعد مكيف. كونديشينات وصوف النهار. شو بدنا نسوي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب عم يصير قصف على مدينة الرسا؟ بشكل يومي، اقل يوم 150 قذيفة. لا حول ولا قوة الا بالله. هاي درجة الصواريخ. طيب في عم تقدر تأمنوا خبز، عم تقدر تأمنوا مازوت؟ ما في ما في ما في، حق الربطة 150 ليرة. نطحين طيب، هذا الخبز اللي عم يجي من برا شو سعر الربطة؟ 300 ليرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طحين ما في، خمير طحين ما في، مي إلا شرب ما في هسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. 7/11/2013 ما في مشكلة.